كما شاهدنا في المشاركة السابقة من الجزائر، يبدو أن الشاي الصحراوي له طابع خاص وله طقوس خاصة أيضا في طريقة إعداده لا يعرفها الجميع، ولكن له شعبية كبيرة في المجتمعات الصحراوية، فلا يكاد يخلو مجلس أو تجمع عائلي من كوب الشاي أو الأتاي هذا. وطبعا تحلو النقاشات وليالي السهر في التجمع حول صينية الشاي. إلى هذه المشاركة من جزر الكناري لتتاح لحبيب. للشاي طقوس خاصة وأوقات معينة يتم إعداده في المجتمع الصحراوي، ورغم أن الشاي ليس غاية في حد ذاته، إلا أنه يستحيل عند الصحراويين أن يعقد مجلس أو يحيى سمر دون إعداد الشاي. وحول هذه الصينية يتم تداول الأخبار ومناقشة أمور الحياة عامة، رغم بعدنا عن الأوطان والأهل والأحباب، فلا يكاد يختلف المشهدان. نحاول دائما قدر الإمكان أن نعيش نفس الأجواء بالحفاظ على هذا الموروث الثقافي من قيم وعادات وتقاليد. منازلنا إذ عيشنا في غزارة، وسرب التصابي آمن لم يفزع، وإن تسأل الأطلال يوما شهادة بما كان فيها من مصيف ومربع. تغيره مرابع المبيدع شربنا بكأس التصابي من رحيق مشعشع، وتشهد أيام الصبا عند ربها بأن ليس فيها مثل عصر الذريع. ثقافة الشاي بالنسبة للشاي المجتمع البيضان هذا، سواء بالنسبة للصحراويين أو الموريتانيين، ثقافة تقريبا مشتركة ترتبط بالإنسان البيضاني، ونحن بالنسبة للصحراويين أتاي هذا مرتبط بين بشكل وثيق كبير، حتى سواء صحق في حل والله في الترحال ثقافة مرتبطة بنا. والصحراوي بالنسبة لهم أتاي ما هو إلا ما الغرض من ذيك الجماعة اللي على تاي، الغرض منها جماعة بحد ذاتها، بغض ما هي تعود جماعة تناول ياسر من القضايا اللي تشغل الشأن العام الصحراوي، يناقشوا فيها ياسر من القضايا اللي متعلقة بالقضية بشكل أساس، المسار الوطني. هل الصحراء هذا مد الحمد لله من اليوم القامت ومزالت محافظة اللي ينقلوا عادات وتقاليدها في ملبسها وفي ماكلها وفي مظاهر الحياة كاملة الدينية والتاريخية والاجتماعية وكل شيء، ومن ضمن بعد العادات اللي الحمد لله متمسكين بها الصحراء اللي ينقلوا مادة اللي ينقلوا الشاي، مايدة الشاي اللي الحمد لله ترافقهم في حلهم وفي ترحالهم، ترافقهم إلى قاسوا البدية وترافقهم إلى قي مبرى قاسوا بلدان ثانية، كيف ما ترافقهم الضراعة وترافقهم الإعمام مولي. أتاي هذا ما يقدر يصاب عنه، ولا قد تعود القهوة ولا يعود شيء ثاني لا بد. بالنسبة للصحراويين اختصروا أتاي ضريك في ثلاث حروف يقولوا لها الجيمات الثلاث، هي الأولى جيم الجمر، ولو أن احنا في القربة ما متوفر لنا هذا العامل، عامل الجمر هذا عامل الجمر، واستبدلناه بالعامل عامل الجهاز هذا الكهربائي. وجيم الثانية جيم الجر، وهي جر الجماعة وتطراحها مثلا عنهم بذيك المواضيع اللي يتناولوا بذيك المواضيع اللي يخوضوا فيها يطوال الحديث، وعاك الدرك يقولوا عند اهل الصحراء يقولوا الجر، جر في شد الاخبار، الجر في تناول ذيك المواضيع اللي تطرح على طمت اتاي. والجيم الثالثه هي جيم الجماعه اللي من خلالها تناول ذيك المواضيع كامله. الصحراويين يقعدوا على اتاي ما هو القرض منه اللي قاعد على اتاي بذاته، بغض ما هو حلقه الصحراء يناقشوا حولها ياسر من المسائل المتعلقه بقضاياهم اليوميه، بقضيه المصير، قضية الكفاح والنضال الشعب الصحراوي ومعاناة المخيمات. حوله لا نشعر بأننا غادرنا بلدنا، برفقته لا نشعر بأننا غرباء، عند شربه ينتقل بنا خيالنا إلى ذكريات الماضي الجميل. طعمه يفقدك الصمت والخمول ويشعرك بنشوة الحياة. حديثه السياسة والشعر والحب والفن وكثير من أمور الدنيا. إنه الشاي، جليس أنس وساحر الحديث. لبرنامج أنا الشاهد، كان معكم تتاح الحبيب بريكة من جزر الكناري.